السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو عايز سمحت يا دكتور، بس قبل ما نبدأ اتفضل. كان في بس تدريب كنت عايز أقدم فيه، بس هو هيبقى من الساعة 9 لـ3، فهل ينفع نبقى نخلي ميعادنا يبدأ من 3؟ لو مش هينفع ومواعيد حضرتك مش هتناسب خلاص مفيش مشكلة، مش هقدم فيه يعني. طيب، هو يعني مبدئيا كده الايام اللي جايه دي ممكن هيبقى فيه تعديل في المواعيد، يعني ممكن بكره اساسا هنشتغل متاخر خالص، بكره مبدئيا، بكره وبعده ويمكن بعده، يعني ممكن الاسبوع بقيه الأسبوع، يعني من بكره هيبقى المواعيد مختلفه، هتبقى متاخره، فممكن تقدم فيه عادي لو الاسبوع ده بس. يعني احنا ممكن، مش عارف هنخلص امتى صراحه، بس هو الاسبوع الجاي ده كله احنا هنشتغل بالليل بشكل كبير، يعني لسه هظبط المواعيد واعرفك. يعني طب كده ينفع أقدم يا فيه دكتور؟ عادي؟ إن شاء الله. تمام، شكرا ينفع يا دكتور. دكتور نروح مجموعة الصبح؟ هي ما مش هيبقى فيه صبح على فكرة، أنا هيبقى عندي شغل في الكلية، فهبقى بشتغل آخر النهار. يعني مثلا هيبقى ميعاد، في ميعاد من 6 ل 8، وفي مثلا ميعاد من 11 أو من 10 ل 12، هيبقى ساعتين بس في الأيام اللي أنا فيها عندي شغل. خليني بس أظبط وهقول لكم إن شاء الله. طب لو من 10 ل 12 يبقى افضل، لاني بقى عندي كورس بعد حضرتك اصلا. ماشي تمام، ممكن برضو يبقى في، ربنا يسهل ان شاء الله، هيبقى من 10 ل 12. من 10 ل 12 بالليل صح؟ ايوه اكيد، تمام، ماشي، شكرا. او طب ممكن شكرا. يعني لو قبل كده شويه على حسب الظروف، يعني ربنا ييسر ان شاء الله. شكرا. طيب نكمل. احنا كنا بنقول في الجزء، كنا لسه هنقول ان فيه ليميتيشن معينه موجوده في الفلتر ميثود. ايه هي؟ قال لك ان ممكن يبقى عندي عمودين في نفس الداتا سيت بيعبروا عن نفس المعلومه. زي مثلا، انا بس بقول مثال يعني يقرب الموضوع، زي مثلا الايدج والبيرث داي مثلا، يعني الاثنين بيؤدوا الى نفس المينينج في الاخر، فممكن ياخد الاثنين دولت رغم ان هما الاثنين بيؤدوا الى نفس المعلومه. ليه؟ السبب ايه؟ قال لك ان هو بيقيس الكورليشن ما بين الاوتبوت والفيتشر لوحدها، ما مش بيقيس الكورليشن ما بين الفيتشرز وبعضها. فممكن اهو بيقول لك الفلتر ميثود تند تو سيلكت ريداندنت فاريبلز، يعني ممكن يجيب اكتر من فاريبل ليهم نفس المينينج في الداتا سيت. ليه؟ بيكوز زي دو نوت كونسيدر ذا ريليشن شيبس بتوين فيتشرز، يعني مش بيشوف العلاقة ما بين الفيتشرز وبعضها. هو بيقيس العلاقة ما بين مين ومين، ما بين كل فيتشر والاوتبوت بتاع الداتا سيت فقط لا غير. فدي المشكلة او الليميتيشن اللي موجود في الفلتر ميثود في عملية اختيار الفيتشرز اللي انا هدرب بيها الموديل. في طريقة تانية اسمها رابر. خلاص، بيقول لك الرابر ميثود يوز ا بريدكشن موديل تو سكور ا فيتشر سبسيت. يعني ايه الجمله ديت؟ يعني علشان يختار افضل مجموعه فيتشرز من الفيتشرز الكتير اللي موجوده، كانه بيعمل موديل مصغر عشان يختبر مدى جوده السبسيت اوف فيتشرز دي. حد فاهم حاجه؟ يعني عشان اقول لك ان الفيتشرز دولت كويسين ودولت افضل في مجموعه فيتشرز ممكن استخدمهم، انا بضطر ان انا اعمل زي موديل صغير كده واقول اقيس لي كده مدى يعني قوه هذا الموديل او البرفورمانس بتاعه عامل ازاي بالفيتشرز دي. كمان شويه اعمل الموديل برضو بس فيتشر تانية وهكذا.
يبقى انا دلوقتي يا شباب عشان اقيم او اختار مجموعه الفيتشرز اللي هي الافضل، باخد مجموعه في سب سيت واعمل موديل وايفاليويت، وبعدين اجيب الفيتشرز الثانيه وهكذا. يعني كاني بمر على كل الفيتشرز لحد ما احصل على افضل مجموعه فيتشرز، ها، وهي دي اللي انا هستخدمها. تمام. طبعا في طريقه اسمها ريكيرسيف فيتشر اليمينيشن، هي دي احد الالجوريزمز المستخدمه في كرابر. يعني زي ما قلنا كده، هو بيبدا يعمل يكرر الموضوع ده كذا مره، تمام، عمليه ان هو يعمل موديل ويعمله تقييم لحد ما يحصل على افضل مجموعه يعني مجموعه فيتشرز مع بعض، وتبقى هي دي الفيتشرز النهائيه اللي يعمل بها الموديل النهائي. تمام. طبعا الليميتيشنز بتاعت طريقه الرابر ان هو كومبيوتيشنالي انتنسيف. يعني ايه كومبيوتيشنالي انتنسيف؟ يعني للاسف هو بياخد وقت كتير وبروسيسنج كتير لحد ما يوصل لافضل مجموعه فيتشرز. ده اول عيب. العيب الثاني بيقول لي طبعا ان هو بيبروفايد هاي بيرفورمانس فيتشر سيت فور ا سبيسيفيك تايب اوف موديل. يعني لو هو مستخدم الجوريزم معينه او موديل معين، فهي هتأدي البرفورمانس ده يكون مع الموديل ده كويس. طب لو مع موديل تاني او الجوريزم تانية ممكن ما يأديش نفس الأداء. يعني هو بيقول لي ان انت زي ما اتفقنا قبل كده ان ممكن الجوريزم تطلع كفاءة في حاجة معينة ما تطلعش كفاءة في حاجة تانية. فالمجموعة اللي انا استخدمتها مع الجوريزم معين، طيب ما يمكن ما تطلعش احسن حاجة مع الجوريزم اخرى. فهما دول الليمتيشنز بتوع الرابر. تالت طريقة والأخيرة هي اسمها embedded. الامبيدد دي يعني هو بيقول لك من اسمها كده ان هو خلى موضوع الفيتشر سيلكشن كأنه جزء من موضوع الموديلنج. كأنه يعني انا بكاريت الموديل، بدل ما كنت قبل كده في الطرق التانية بعمل الخطوات بتاعة الفيتشر سيلكشن قبل الموديل، لا، هو هنا بدأ يعملها بيتضمنها جوه عملية الموديل نفسه. فهنا بيعمل ايه بقى؟ قال لك بيستخدم حاجه اسمها الريجولاريزيشن ميثود، واللي هي عباره عن از ذا موست كومون تايب اوف امبيدد ميثود. يعني الريجولاريزيشن دي من اشهر الطرق المستخدمه في موضوع الامبيدنج. طب الريجولاريزيشن دي بتعمل ايه بقى؟ بيحط بعض البارامترز في الايكويشن بتاعت الموديل وانت بتتدرب، تجنبا لحدوث حاجه اسمها اوفر فيتنج. تمام؟ واهو بيقول لك بيحط بعض الكونسترينتس في الاوبتمايزر، في عمليه الاوبتمايزيشن، بحيث ان هو يتجنب حدوث اي اوفر فيتنج اثناء عمليه التعلم. خلينا نشوف كده. هو برضو فكرته مستوحاه او قريبه جدا من موضوع الرابر. فبيقول لك ايه، بدا يعمل ايه، ياخد مجموعه من الفيتشرز ويبدا يعمل ليرنينج الالجوريزم والموديل ايفالويشن، ويتنيه رايح جاي رايح جاي لحد ما يحصل على افضل اداء. وفي نفس الوقت هو استخدم الجنراليزيشن تكنيك بحيث ان هو يعني يتجنب حدوث الاوفر فيتنج. تاني الحته دي الامبيدنج، الفرق ما بينه وما بين الرابر ان الرابر كان بيحصل قبل عمليه الموديلنج. يعني انا لو رجعت خطوه ورا اهو، هلاقي ان هو بيقول ايه، بيبدا يعمل الكلام ده لحد ما يستقر على الفيتشرز قبل ما يبدا في عملية الموديلنج الحقيقية. هنا بدأ يحط الخطوة بتاعة اختيار الفيتشرز داخل عملية الموديلنج، بقى جزء منه لا يتجزأ. وبقت ريكيرسيف برضو زي الرابر بالظبط. ولكن الفرق هنا ان هو ضاف حاجة اسمها ريجولاريزيشن بحيث ان هو ما يحصلش اوفر فيتنج. وبدأ يخلي موضوع اختيار الفيتشرز كخطوة أساسية جوه الموديلنج مش بري بروسيسنج. طبعا هنا بيتكلم بقى عن الليرنينج فيز او المراحل اللي انا بعملها اثناء السوبرفايز ليرنينج. طبعا احنا اخذنا الخطوات دي امبارح واحنا شغالين بالفعل. ان انا طبعا ببدا ان انا اعمل كاتنج للداتا بالشكل ده اكس وواي، وبعد كده ترين وتيست. الكلام ده طبعا بيقول لي بيوضحه لي. وبعد كده ببدا البريدكشن فيز يا شباب، لما استخدمنا الفانكشن بتاعه البريدكت اللي موجوده طبعا في الموديل. وبعد كده ببدا اقارن الاوتبوت اللي طالع بالاوتبوت الحقيقي زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت امبارح.
طيب هنا بقى بيبدأ يقول لك ايه، يا ترى امتى اقدر احكم على الموديل اللي انت عملته ان هو كويس ولا مش كويس بناء على ايه؟ قال لك زي ما قلنا كده الجنراليزيشن. ايه بقى الجنراليزيشن ديت؟ الكونسبت بتاع الجنراليزيشن يا شباب هو باختصار شديد، لو انت دربت موديل على داتا سيت وبعد ما خلصت تدريب حاولت تجربه على داتا سيت اخرى واداك اداء كويس، يبقى كده الجنراليزيشن فاكتور بتاعه كويس. لو ما ادكش اداء كويس يبقى كده في مشكله. هنقول شيء من التفصيل كمان شويه. اكسبلانابيليتي. اكسبلانابل يعني ايه؟ يعني الريزلت اللي طالع انت عارف هو طالع كده ازاي وليه؟ يعني الموديل بتاعك واضح والنتائج بتاعته طبيعيه، مش مثلا بترن بتلاقي حاجات طالعه عشوائي كده، لا كل حاجه ليها سبب، هو مطلع كده عشان كده، عشان في تفاصيل معينه. كل حاجه بتحصل جوه في الموديل بيكون ليها سبب وتقدر تكسبلين السبب ده بمنتهى السهوله. حاجه كمان والحاجه الاخيره اللي هي البريدكشن سبيد. يعني ايه البريدكشن سبيد؟ يعني انا دلوقتي لما اديله انبوت هيطلع الاوتبوت بعد قد ايه؟ هي دي البريدكشن سبيد. طبعا الموضوع ده ممكن ما يبانش في المودلز البسيطه في الاول، ولكن المودلز المعقده الموضوع بيفرق. طبعا الوقت بيكون كريتيكال، وطبعا لما الموديل بيبقى كبير بيبقى الريسبونس تايم او الوقت المستغرق بيبقى كبير نسبيا، فدي برضو حاجه مهمه ان يكون مدى الاستجابه بتاعه الموديل سريعه. طبعا دي مرتبطه بالكومبليكستي بتاعه الموديل، فكل ما كان الموديل كومبلكس كل ما كان البريدكشن سبيد اقل، ودي طبعا مشكله. طيب هيرجع تاني ويقول الموديل افكتيفنس، يعني مدى قوه الموديل او التاثير بتاعه بيكون مرتبط بايه؟ قال لك الجنراليزيشن كابابيليتي. يعني لو انا عملت موديل كويس وجيت جربته على نيو سامبلز، هل هيأدي اداء كويس ولا لا؟ بيسموا الجنراليزيشن كابابيليتي بيسموها روبستنس، اللي هي القوه. قوه الموديل بتتلخص في ان لو انت دربته على داتا وجبت نيو سامبلز دخلتها للموديل ده هيأدي اداء كويس. طيب في المقابل في حاجه اسمها ايرور. ايه بقى الايرور؟ قال لك الايرور ده هو الفرق ما بين القيمه البريدكتد والقيمه الاكشن. تمام؟ طيب وفي انواع للايرور؟ اه. قال لي في نوع للايرور اثناء التريننج بيسموه تريننج ايرور. ده بيحصل امتى؟ والموديل بيتدرب بيطلع ايرور، بيبقى فيه مشكله. ايرور يعني ايه؟ يعني فرق ما بين الاوتبوت الحقيقي والاوتبوت اللي المفروض الموديل بيطلعه. كويس؟ يبقى ده اسمه تريننج ايرور، يعني ايرور بيظهر اثناء التدريج. طب ايه النوع الثاني من الايرور؟ قال لك الجنراليزيشن ايرور. ايه بقى الايرور ده؟ قال لك اللي هو بعد التدريب لو جبت له نيو سامبلز هل بيطلع اخطاء ولا لا؟ اهو بيقول لك وي بريفير موديل ويز سمولر جنراليزيشن ايرور. يعني الايرور بتاع الجنراليزيشن كل ما يكون قليل كل ما يكون الموديل ده افضل واحسن. في الاخر بقى بيختم لك السلايد دي بمصطلحين مهمين، الاندر فيتنج والاوفر فيتنج. الاثنين مشكلتين مش عايزهم يحصلوا في اي موديل انت بتعمله، اللي هما الاندر والاوفر فيتنج. ايه الاندر فيتنج؟ قال لك لما يكون التريننج ايرور كبير. طب بيحصل نتيجه ايه؟ يبقى بيحصل نتيجه ان الداتا سيت بتاعتك غير كافيه او فيها مشكله، يعني ما هياش كلين مثلا، فيها مشاكل، فيها ميسنج داتا، فيها ابنورمال داتا، فيها حاجات كتير اللي احنا قلناها ديرتي داتا يعني. طب الاوفر فيتنج؟ قال لك التريننج ايرور اوف ذا تريند موديل، ركز بقى، الايرور اثناء التريننج سمول while the generalization error is large. الجنراليزيشن ايرور هو بيجي بعد التدريب على نيو سامبلز، لما دخلت الداتا جديده على الموديل الايرور بدا يزيد، اللي هو بيسموه الجنراليزيشن ايرور زاد، في حين ان هو اثناء التريننج كان بيطلع ايرور قليل. فده كونسبت الاوفر فيتنج. في بعض الحاجات الطرق المستخدمه عشان ايه نمنع الاوفر فيتنج ان هو يحصل. طيب دلوقتي يا شباب بقى هو بيتكلم طبعا عن ان انا عندي ثلاث سيناريوهات للفيتنج، في اندر فيتنج وفي جود فيتنج وفي اوفر فيتنج. طيب الاندر فيتنج بيجي نتيجه ايه؟ اللي هو الجزء اللي على الشمال ده اندر فيتنج.
بيجي نتيجة طبعا إن ممكن يكون الداتا سيت بتاعتك مش كافية مثلا، فما تمش التعلم بطريقة كافية. أهو بيقول لك insufficient capacity can handle complex task، يعني التاسك اللي أنت عايز تعملها كومبلكس، بس الداتا اللي موجودة عشان توصف الكومبلكس بروبلم دي مش كافية insufficient، وبالتالي هتؤدي إلى إيه؟ إن الموديل بتاعك يكون أندر فيتد، يعني ما تعلمش بشكل كافي. طب كويس، يعني اشرح لي كده الرسمه دي. الرسمه دي بتقول ان النقاط هي اللي باللون البرتقالي والموديل هو اللي باللون الازرق. الموديل مرسوم في هيئه خط، الخط ده فيه نقاط كتير بعيده عنه، وبالتالي ده معناه ايه؟ معناه ان الخط ده بعيد عن معظم النقاط، فبالتالي نسبه الخطأ كبيره جدا، وبالتالي ده كده ما تمش التعليم او التعلم بشكل كويس. الجود فيتنج لا، يعني بيقول لك هو عشان ابقى اكون قريب يبقى المفروض يكون الكيرف بتاعي فيه انحناء كده، يعني ممكن نقول مثلا ان هو معادله من الدرجه الثانيه او الثالثه، بحيث يكون قريب من كل النقاط او النقاط كلها حواليه، فده بيكون جود فيتنج. اما الاوفر فيتنج بيعمل ايه بقى؟ قال لك كانه حافظ البوينتس دي كلها، بيمشي على البوينتس كلها. طب ايه المشكله يعني؟ قال لك انت تقدر اساسا تريبريزنت ده؟ يعني ايه هي المعادله او الكيرف او الرسمه اللي ماشي عليها الموديل ده؟ ما تقدرش تعمل الكلام ده، ما تقدرش تعمل الجنراليزيشن، يعني اوصف لي كده الكيرف ده ايه المعادله بتاعته؟ صعب جدا، وبالتالي مش هتقدر توصفه للي جاي بعد كده نيو سامبلز ان هي تستخدمه. فانا مش عايز ولا اندر ولا اوفر فيتنج، انا عايز جود فيتنج. تمام؟ طيب بيقول لك اي ايرور بيتكون من حاجتين اساسيتين، البايس والفاريانس. الصوره دي المفروض توضح لك الفرق ما بينهم ازاي. قال لك مثلا انا عندي دلوقتي التارجت بتاعي هو البوينت اللي في النص دي، اي بعد عن النقطه اللي في النص دي هو يعتبر بايس، يبقى البايس هو مقدار البعد عن التارجت بتاعك. طب امال ايه الفاريانس؟ قال لك الفاريانس ده بقى الاوتبوت اللي طالع، البوينتس اللي طالعه في الاوتبوت فيما بينها في اختلاف، يعني في مسافه ما بينهم اهو زي ما انت شايف كده ولا لا. يبقى البايس هو مدى البعد او مقدار البعد عن الاوتبوت الحقيقي عن القيمه اللي طالعه من الموديل. طب الفاريانس التنوع في الاوتبوت، كل ما زاد كل ما كان الفاريانس زياده. طيب تعال نشوف كده رسمه توضح السيناريوهات دي كلها. هنا عندي مثلا في المثال ده عندي أربع حالات، لو بايس، لو فاريانس، اللي هي الرسمة اللي على الشمال فوق دي. إيه اللي خلاك تقول لو بايس؟ النقاط الزرقاء قريبة جدا من النقطة النبيتي، فكده مفيش بعد عن التارجت، فالبايس قليل جدا. طب والفاريانس؟ النقاط نفسها الزرقاء قريبين من بعض، يعني كل البريدكشنز قريبة من بعض، فكده الفاريانس برضو قليل. اللي جنبها على اليمين دي ممكن نقول ان البايس قليل، يعني ايه قليل؟ يعني برضو بعد النقاط عن التارجت حاجه بسيطه، بس الفارينس اللي كبير ازاي؟ النقاط فيما بينها متباعده، يعني مش جنب بعض، النقاط اللي هي البريدكشنز يعني الزرقاء، النقاط الزرقاء. لو نزلنا هنا هنلاقي ان انا عندي مثلا هنا هاي بايس بس لو فارينس، ازاي؟ النقاط الزرقاء بتاعت الاوتبوت بعيده عن التارجت بس كلهم قريبين من بعض، فالبايس ما قليل بس، اسف، البايس كبير بس الفاريانس القليل. اخر حاله بقى اللي هو فيها الحاجتين، فيها المشكلتين، اللي هو البوينتس او الاوتبوت بعيد عن التارجت، وفي نفس الوقت النقط بتاعه الاوتبوت المختلفه بعيده عن بعضها، فده معناه ان هو هاي بايس هاي فاريانس. أسوأ موديل ممكن تقابله هو اللي بيشترك فيه الاثنين دول، ان هو هاي بايس هاي فارينس. افضل موديل ممكن تتعامل معاه على الاطلاق هو اللي لو بايس، لو بايس ولو فارينس، اللي هو اول واحد على اليمين على الشمال ده. طيب بيقول لك لما تيجي تعمل موديل يحل مشكلة معينة، كل ما بتخلي الموديل بتاعك كومبلكس ومتطور اكتر، كل ما كان يعني نسبة الايرور بتقل، يعني كل ما كان الايرور بتاعك متكلف يعني وكويس،
كل ما كان نسبة الايرور بتاعتك بتقل مع الوقت، يعني كل ما نزود الكومبليكستي بتاعت الموديل بيقل الايرور لحد نقطة معينة بيتقلب الموضوع بقى، يعني مش كل حاجة زيادة على طول الخط، لا في وقت في بوينت معينة الموضوع بيتعكس بيؤدي نتائج عكسية. يعني المفروض اما تيجي تعمل موديل يعني تكون الكومبليكستي بتاعته وسط كده، ما تكونش كبيرة قوي ولا صغيرة. هنا بقى بيتكلم عن الموديل ايفالويشن او تقييم الموديل في الماشين ليرنينج، ويتكلم هنا ان لو انت شغال ريجريشن هيختلف عن ان انت شغال كلاسيفيكيشن. ازاي؟ احنا امبارح اشتغلنا ريجريشن وما جينا قيمنا تقريبا عملنا او شرحنا التو بارامترز دول اللي هما المين ابسوليوت ايرور والمين سكويرد ايرور، شرحنا الاثنين دول وقلنا ان هما بيحسبوا متوسط الايرور لكل نقاط. طبعا في ار سكوير ده برضو بارامتر او معيار بيستخدم في نفس الموضوع، كلهم بيقيموا اداء الريجريشن. ولكن الفكره كلها قايمه على ايه؟ ان الريجريشن زي ما قلت امبارح لو انت بتعمل بريدكشن لسالري مثلا، فممكن السالري انت الموديل يطلعه 50000 وهو الحقيقي بتاعه 49000. طيب ايه المشكله؟ المشكله ان انت ما تقدرش تقول هنا ان ده صح ولا غلط. امال بتقول ايه؟ بتقول ان في نسبه خطا ما بين الحقيقي واللي موجود هنا، يعني البريدكتد بقيمه والاكشوال بقيمه وفي ما بينهم فرق معين. فهو ده الريجريشن بيتم التقييم كده. طبعا كل ما كان الفرق ده قليل كل ما كان احسن، تمام؟ فالتقييم بيكون كده ان انا نسبه الخطا كام، قيمة البعد عن التارجت بقد ايه؟ ده في الريجريشن. لو انت بقى شغال كلاسيفيكيشن، لا الكلاسيفيكيشن الوضع مختلف. تمام يا شباب، هنا في الكلاسيفيكيشن الوضع مختلف ازاي بقى؟ ركزوا ارجوكم، هدي كده مثال بس انا عايز اوضح فرق ما بين حاجتين قبل ما ابدا. الكلاسيفيكيشن في منه نوعين عشان بس نبقى عارفين المعلومه دي، في باينري كلاسيفيكيشن وفي مالتي كلاس. حد يعرف الفرق ما بينهم؟ ممكن الباينري ده بيقارن ما بين حاجتين بس، والمالتي أكتر من كذا حاجة؟ هو مش بيقارن، هو زي ما انت قلت بس مش، هي الموضوع مش مقارنه. الباينري كلاسيفيكيشن يا باشمهندس الواي اللي هي الاوتبوت يعني بتكون حاجتين بس، يا زيرو يا واحد، يس نو او العكس ايا كان، يعني التصنيف عندك حاجتين بس مش ثلاثة، ما ينفعش يبقوا ثلاثة. فاهمين يعني ايه ما ينفعش يبقوا ثلاثة؟ يعني الباينري مقصود بها ثنائي، يبقى اي بروبلم تلاقي الواي بتاعتها حاجتين اتنين بالعدد دي اسمها باينري كلاسيفيكيشن. خلاص، اي بروبلم تانية زاد عدد الاحتمالات بتاعت او القيم بتاعت الواي عن اتنين، لو اكتر من اتنين تمام يبقى معنى ذلك، معلش معذره، ان يبقى الواي اكبر من اتنين ده معناه ان هو مالتي كلاس، يعني بدايه من الثلاثه. لما يكون عدد الاحتمالات بتاعه الواي اكتر من اتنين يعني بدايه من الثلاثه اقدر اسميه ان هو مالتي كلاس. فهمنا دي؟ احنا المثال اللي هنقوله دلوقتي هنشتغل على الباينري، وتحديدا هقول لو كان الواي بتاعك بزيرو أو واحد. ها يبقى احنا دلوقتي يا شباب نشتغل على داتا ست الواي بتاعها 0 و1، سامعني كويس؟ سامعني يا شباب؟
ايوه طيب لو الصوت قطع او حصل اي مشكله يا ريت تعرفوني على طول. طيب يبقى الباينري الاوتبوت بتاعك يا زيرو يا واحد، الكلاسز بتاعتك يا زيرو يا واحد، التشخيص بتاعك يا زيرو يا واحد، زي ما هنشوف ان شاء الله دلوقتي. ففي الحاله دي يا شباب لما انا يكون عندي الداتا بتاعتي الكلاس بتاعها يا زيرو يا واحد، الاحتمالات اللي ممكن تحصل ايه بقى؟ قال لك 4 احتمالات. ايه هما؟ قال لك مبدئيا كده ممكن الموديل يطلع الناتج صح وممكن يطلعه غلط، وارد ولا مش وارد؟ وارد اكيد. طيب ايه بقى الاحتمالات الـ4 اللي انت بتقول عليهم؟ هقول لك بقى. انا هعمل ماتريكس كده 2 في 2، وعلى فكره ديت موجوده وهنستخدمها النهارده، اسمها كونفيوجن ماتريكس. ماشي؟ ايه بقى مكونات الكونفيوجن ماتريكس دي؟ هي عباره عن مصفوفه 2 في 2، ممكن يبقى مثلا ال انا عايز اقولها بس زي اللي موجوده كده. ماشي، هنا كده الاكشوال وفوق هنا البريدكشن. يعني ايه؟ يعني بيقول لك احتمالات الاكشوال 0 و1، واحتمالات البريدكشن برضو 0 و1. خليني اقول باللون الاسمر كده، هنا كده مثلا عندي 10، وهنا مثلا عندي 30، وهنا عندي مثلا 6، وهنا عندي مثلا 4. معنى الكلام ده ايه يا شباب؟ معناه، ركزوا بقى ارجوك، ان انا عندي الاكشوال فاليو 0 والبريدكتد فاليو برضو 0، دي 10 حالات. يعني مثلا انا عندي في التيست، ركزوا ارجوكم، عندي في التيست 50 حاله، 50 سامبل، كويس، بقيم بيهم اداء الموديل بتاعي. فيها مشكله دي؟ 50 سامبل بقيم بيهم اداء الموديل بتاعي، 10 سامبلز من اللي انا استخدمتهم كان الاكشوال بتاعهم 0، في نفس الوقت الموديل طلعهم 0. في مشكله كده؟ يبقى عندي 50 سامبل، 10 من السامبلز دولت في الحقيقه بتاعتهم الواي بتاعتهم بتساوي 0 في الحقيقه، والواي داش او الواي بريدكتد بتاعتهم برضو بتساوي 0. كام سامبل بقى بالشكل ده؟ 10. طيب وايه كمان؟ قال لك في 30 سامبل تانيين هم في الحقيقه في الاكشوال واحد، والبريدكشن بتاعهم برضو واحد. يبقى الواي والواي داش بيساوي واحد ل 30 سامبل. ماشي؟ ايه كمان؟ ده كده احتمالين، باقي احتمالين. خلينا نتكلم عنهم بلون مختلف كده. الاثنين دول بقى اللي هو ده وده ليهم وضع خاص شويه. ايه بقى الوضع الخاص بتاعهم؟ قال لك الستة سامبلز دولت اكشوالي هم بزيرو، ركز معايا بقى، انما الموديل باي ميستيك بالخطا طلعهم بواحد. خلي بالك تاني، هم في الاكشوال بزيرو، انما في البريدكتد طلعوا بواحد بالخطا. طيب ايه كمان؟ الـ4 حالات دول او الـ4 سامبلز دول هم اكشوالي بواحد، انما البريدكشن طلعهم بزيرو بالخطا برضه. طيب هنا كده عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان انت عندك لو الاوتبوت بتاعك الاوتبوت الواي واي عباره عن قيمتين بس، يا زيرو يا واحد، يعني كانك مثلا بتشخص شخص على انه سليم يعني ما عندوش المرض يبقى بزيرو، وشخص عنده المرض يبقى بواحد مثلا، او شخص هيشتري منتج معين ده قيمه الواي بتاعته بواحد، مش هيشتري يبقى قيمه الواي بتاعته بزيرو، وهكذا بقى. تمام؟ فالواي بتاعتك بهذا الشكل، يبقى دي بروبلم كلاسيفيكيشن طبعا، واي نوع من الكلاسيفيكيشن هي باينري كلاسيفيكيشن. حد فهمني ولا الناس تاهو؟ تمام يا دكتور. طيب لما يكون بالشكل ده يا شباب عندي باينري كلاسيفيكيشن، يعني المفروض الاوتبوت بتاعي يكون حاجه من التنين، يا زيرو يا واحد، فالموديل بتاعي هيطلع لي يا زيرو يا واحد، كويس. بناء على اللي هيطلع من الموديل هبدا انا ايه، اقيم الموديل. طيب اللي طالع من الموديل ده ايه؟ لا ممكن يكون صفر وممكن يكون واحد. لو كان صفر ممكن يكون صفر وهو في الحقيقه صفر، وممكن يكون صفر
هو في الحقيقة واحد، يبقى دي الاحتمالية. طب لو طلع واحد نفس الكلام، ممكن يكون هو في الحقيقة واحد وطلع واحد، يبقى ده صح. أو هو في الحقيقة صفر وطلع واحد، يبقى ده غلط. فالكونفيوجن ماتريكس اللي قدامنا دي بتدرس الأربع احتمالات، اللي منهم احتمالين صح واحتمالين غلط. حد فاهم حاجة؟ ايوه طيب الكلام ده هنشوفه عملي ما تقلقوش، بس خلينا نفهم الكونسبت هنا. فهو هنا بيقول لك ايه؟ اهو ادي الكونفيوجن ماتريكس اهيت في الكلاسيفيكيشن، فيها اربع احتمالات زي ما انتم شايفين اهي دول. الترو بوزيتيف، يعني ايه ترو بوزيتيف؟ يعني بيقول لك هو اكشوالي يس، وانت طلعته يس، فهو كده ترو ويس يعني بوزيتيف. طيب واللي هنا ده هو في الاصل نو، وانت طلعته نو، فهو ترو يعني انت طلعته صح بس نيجاتيف، لانه نو مش يس، يعني كانه منفي يعني. والاثنين التانيين هنا ده مثلا في الحقيقه المفروض يبقى يس، بس هو مطلعه نو، يعني هو نو بس فولس، فولس نو، تمام، او فولس نيجاتيف يعني. يعني نيجاتيف يعني نو، وبوزيتيف يعني يس، وحته ترو ان هو تم يعني البريدكشن بتاعه صحيح، وكلمه فولس او الاف ديت يعني هو تم توقعه بشكل خاطئ. طيب اللي بعد كده اسمه اف بي او فولس بوزيتيف، معناه اف ان هو فولس يعني ده تم البريدكشن بتاعه بطريقه خاطئه، وبوزيتيف يعني هو تم توقعه على انه يس بس بالخطا. تمام، مجموع الصف الاول ده اللي هو البريدكشن بتاعه اللي هو الاكشوال بتاعه يس اسمه بي، يبقى مجموع القيم اللي الاكشوال بتاعها بي، اسف، اللي الاكشوال بتاعها يس نسميها بي، ومجموعة او الصف اللي هو او القيم اللي مجموعها ديت او مجموع الاحتمالات اللي كلها نو نسميها ان. طيب وبشكل بقى ايه رأسي كده، مجموع القيم اللي تم البريدكشن بتاعها على انها بوزيتيف اسمها بي داش، ومجموعة القيم اللي تم يعني البريدكشن بتاعها لانها نيجاتيف اسمها ان داش. وطبعا التوتال سامبلز بيساوي بي زائد ان او بي داش زائد ان داش. زي ما انتم شايفين بقى هيبدأ يشرح لك كل واحدة من دول معناها ايه. خلي بالك هو بيشرح لك الكلام ده ليه؟ عشان حاجة مهمة جاية كمان شوية بصوت. البي هي البوزيتيف، كل البريدكتد از ا بوزيتيف، اسف، كل الاكشوال بوزيتيف اهو. indicating the number of real positive، real positive يعني هو actually positive. ال n indicate the number of real negative يعني هو في الحقيقة negative. سامعني كويس؟ ايوه طيب ال TB اختصار ل true positive، دي بقى بت indicate ايه؟ the number of positive cases that are correctly classified، يعني true و positive يعني هما positive يعني yes، وفي نفس الوقت الموديل طلعهم صح، فعشان كده بكتب تي في الاول. يبقى اي حاجه مكتوب فيها تي في الاول فهي طالعه صح، اي حاجه مكتوب فيها اف في الاول فهي طالعه غلط، يعني البريدكشن بتاعها غلط. طب البي او الان اللي في الاخر، البي لو حالتها يس تمام، والان لو حالتها نو. كويس ماشي، احنا عرفنا كده الاربع حاجات عباره عن ايه. تعالى بقى نشوف السلايد اللي جايه بتقول ايه. بتقول لك ادي بقى البرفورمانس ايفالويشن اوف ماشين ليرنينج ميتريكس، المعايير اللي بتقيس مدى جوده الموديل في الكلاسيفيكيشن ايه؟ قال لك اول واحده واكثرهم استخداما الاكيورسي. طب الاكيورسي بقى بتساوي ايه يا شباب؟ قال لك الاكيورسي بتاعت الموديل بتساوي مجموع ترو سواء ترو بوزيتيف او ترو نيجاتيف على التوتال بي زائد ان اللي هي التوتال سامبلز اساسا. يبقى عدد السامبلز اللي طالع الاوتبوت بتاعها ترو سواء ترو بوزيتيف او ترو نيجاتيف على العدد الاجمالي يديني الاكيورسي كام في الميه. بعد كده في حاجه اسمها الايرور ريت، ده بيقول لك مجموع الفولس على المجموع الكلي، يعتبر عكس الاكيورسي. بعد كده حاجه اسمها ريكول او بيسموه ترو بوزيتيف او سنسيتيفيتي، ده بيساوي نسبه الترو بوزيتيف على البوزيتيف كله. في نوع تاني او حاجه تانيه اسمها الترو نيجاتيف ريت، ده بيحسب نسبة الترو نيجاتيف على النيجاتيف كله. في حاجة اسمها بريسيشن، بتحسب نسبة الترو بوزيتيف على كل البوزيتيف سواء ترو أو فولس، وهكذا. في طبعا في اف فاليو أو اللي بيسموه اف سكور أو بيسموه هارمونيك، كل دي المعايير دي قايمة على الكونفيوجن ماتريكس اللي إيه؟
اللي احنا اتكلمنا عنها دي، 4 حاجات بيستخدمهم عشان يعمل او يحدد او يطلع قيم كل الميتريكس اللي قدامنا دي، كلهم معتمدين على الترو بوزيتيف والترو نيجاتيف والفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف اللي هم طالعين من التقييم بتاع التست. وهنا مديني مثال بالارقام كده، بيقول لك لو انت عندك الاكشوال والبريدكتد بهذه الارقام ازاي تحسب الاكيورسي. مثلا الاكيورسي بتقول مجموع الترو اللي هم دول على المجموع الكلي، يبقى 140 زائد 10 على الكله اللي هم 200، فطلعت 75% نسبه الاكيورسي. يعني ايه نسبه الاكيورسي 75%؟ يعني الموديل ده لو جاله، لو في موديل بالشكل ده، يعني لو الموديل ده جاله 100 سامبل هيطلع 75 صح 25 غلط، ده في المتوسط يعني. وفي حاجه بقى طبعا اسمها البريسيشن والريكول، حسبهم برضو بالقوانين بتاعتهم عادي جدا. على فكره البريسيشن والريكول دي معايير مهمه بتاثر في بعض المودلز، يعني في بعض المودلز بيكون مهم عندك تعرف نسبه الترو بوزيتيف على البوزيتيف كله تبقى قد ايه. تمام؟ يعني مثلا في بعض التطبيقات الصحيه مثلا، انا يهمني ان الموديل بتاعي ما يطلعش ان حد سليم وهو مريض، دي مور كريتيكال. تاني الحته دي في بعض التطبيقات زي الهيلث كير مثلا، انا يهمني جدا اعرف نسبه ال، او يعني يهمني ان انا مثلا نسبه الترو بوزيتيف على البوزيتيف كله تبقى كام مثلا. زي ما بقول لك كده، ايه في التطبيقات الصحيه لو الموديل جاب لي مثلا ان الشخص ده سليم وهو مريض، دي خطيره جدا. انما لو جاب لي ان هو مريض وهو سليم، سهله، هيعمل تحاليل ويتاكد مثلا ان نفسه سليم. انما لو جاب لي شخص وقال لي ان هو سليم تمام وهو مريض، طبعا المرض هيتمادى عنده ويعمل مضاعفات وتحصل مشاكل. ففي بعض المعايير غير الاكيورسي بتكون مهمه اهم من الاكيورسي على حسب التطبيقات اللي انت شغال فيها. طيب هو في الجراديان دي ان شاء الله دي هنشرحها بكره، بس انا عايز يعني اجامب كده على جزئيه الالجوريزمس عشان ان شاء الله نبدا نطبق عملي في الجزء ده. يعني كفايه كده الجزء النظري النهارده ونطبق على الجزء العملي، فهيبدا بقى يشرح لنا هنا. طبعا هدي مقدمه كده بسيطه وناخد بريك عشان صلاه العصر، ونكمل بعد البريك ان شاء الله في الالجوريزمس. ولكن هنا في السلايد دي بيقول لي ان الماشين ليرنينج الجوريزمس بتنقسم لسوبرفايزد وان سوبرفايزد زي ما قلنا. السوبرفايزد فيها كلاسيفيكيشن وريجريشن، والان سوبرفايزد فيها كلاسترنج وحاجات تانية. امثله على الكلاسيفيكيشن الجوريزمس، احنا طبعا لسه ما خدناش ولا كلاسيفيكيشن الجوريزم، بس هناخد بعد البريك ان شاء الله اللوجيستيك ريجريشن. تمام؟ دي كلاسيفيكيشن الجوريزم. اخدنا امبارح على الريجريشن اللينير ريجريشن باذن الله، يعني ربنا ييسر الحال في نهاية الكورس نكون أخدنا كل دول بإذن الله. تمام؟ وهناخد كمان في الكلاسترنج الكي مينز. تمام يا حضرات؟ في أي مشكلة؟ طيب هو تمام. طبعا احنا شرحنا امبارح اللينير ريجريشن، وقلنا ان هو بيعبر عن العلاقة ما بين الانبوت والاوتبوت في صورة خط. تمام؟ طيب ده في حالة يا شباب ان انا عندي الداتا بتاعتي x1 اكس بس، اكس واحد يعني فيتشر واحدة، وعندي واي، فالعلاقة بيبدأ يرسمها في صورة خط. ليه؟ لأن عندي فيتشر واحدة. فركز كده في الرسمة اللي على اليمين دي، ماذا لو عندي 2 فيتشر أو 3 أو 4؟ طب هيبقى شكل الموديل برضو خط ولا ممكن يبقى بلين؟ ولو الدايمنشن زاد عن كده ممكن يبقى هايبر بلين. يعني من الآخر كده، هو على حسب الدايمنشن بتاع الفيتشرز على حسب شكل الموديل هيكون ايه، مش لازم يكون خط. تمام؟ ده كمان اللي لسه هنعرفه دلوقتي، ان طبعا دي المعادلات بتاعه الخط المستقيم، وطبعا بيحط الابسلون دي على اساس هي نسبه الخطا اللي ممكن تحصل، ودي طبعا متوسط الايرور زي ما قلنا قبل كده.